ضمن دورة بناء مؤشرات الأداء، الزملاء الآن أنجزوا يعني الداشبورد حقهم. إيش هذا يا شيخ؟ هذه لوحة القيادة الاستراتيجية لمشروع تدريب موظفي الشركة. في عندنا الموظفين المرشحين للتدريب، الموظفين التسويق، الموظفين المرشحين للتدريب من موظفي المبيعات، والموظفين المجتازين للدورات التدريبية. نلاحظ أنه المجتازين أعطونا مؤشر جيد، موظفين مرشحين موظفي المبيعات ضعيف، وموظفين مرشحين من قسم التسويق رديء جدا. هذا يدل أنه الموظفين المرشحين من المبيعات ما تجاوزوا الحد المطلوب، وأما الموظفين المرشحين للتدريب فكان رديء جدا مع الأسف، يعني ما اشتغل عليهم. شغل رائع، شغل رائع، الله يجزيهم خير. علقوا هنا.